افتشاح عزيز. عزيز خلال تيمو ميتي ولا قدم عرضية إصابة. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم بديل تي في الالكترونية. برنامجكم البليغ الرياضي صوت وصورة يقدم لكم تفاصيل اللقاء الذي جمع بين حسني الجرسي لكرة القدم ونظيره شباب بركان. هذا اللقاء برسم الجولة الثانية من مرحلة الإياب، أي الجولة 15 من عصبة الشرق القسم الأول شطر الجنوب. فريق الحسنية قدم مباراة جيدة وكان قريبا من الفوز، ولولا سوء الحظ وتسرع اللاعبين لكانت النتيجة لصالحه. انتهى اللقاء 0-0. الحسنية واجهت في هذه المباراة عدة خصوم. الخصم الأول وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في حلقاتنا السابقة سوء أرضية الميدان، خاصة وأن لاعب الحسنية يعتمدون على الثنائيات والفرديات والتقنيات والتمريرات القصيرة. الخصم الثاني الرياح القوية، خاصة في الشوط الثاني وقفت عائقا أمام هجمات الحسنية. والخصم الثالث بامتياز حكم المباراة الذي كان دون المستوى. احتجاجات قوية من جماهير مدرب الفريق ورئيس النادي على قرارات تحكيمية غير مفهومة. المدرب خالد الحشكافي لم يهدأ له بال، توجيهات صارمة للاعبين وإصراره على اللعب بهدوء والاعتماد على الثنائيات الأرضية. أخذوا في وسط الميدان حارس مرمى البركان يحاول تضيع أكبر عدد من الوقت، والتحكيم للأسف تحكيم ضعيف. 30 دقيقة من الشوط الأول وتحكيم ضعيف. رياح قوية خلال هذا الشوط الأول لصالح الحسنية. الكرة الآن في وسط الميدان عند لاعبي الحسنية في الجهة اليسرى. ماذا يعلن الحكم؟ خطأ للبركانيين مع تدخل اللاعب منيم عطار. خطأ لصالح البركانيين الآن دقيقة 35. بين شوطي المباراة انتقل البديل الرياضي إلى مستودع فريق حسنية الجرسي لتشاهدوا معنا. ولاني ديما كنقول لكم لعبوا مزيان ولاني ما ربحوش، هي ما لعبتوش مزيان، هي ما كان حتى شي حاجة. أربعة لي زوكازيون ولا خمسة لي زوكازيون كان راطيهم، شحال بغينا هاد لي زاتاكو هاد لي مليون، ما غيرو شحال بغاهم كورة باش ماركيو وحدة شحال، إلا جوج ولا ثلاثة راهم جاوبوا. وإلا مقابلة نتاع اللي ما كيطيحوش فيها الفرص بزاف راه هي هادي، راه خصنا نركزو على الشباب. أزاكاري الله يرضي عليك، نزل الكرة ولعب السهم، نزلها بعدا، ما تخليهاش لا تروبوندي في الأرض، مجرد ما تجيني نقتلها ونهزر راسي ونلصق اللي قريب لي. أنت كتبدا تنزلها حنا كنلعبو، أنت كتبدا تلعب القدير حنا غير كلشي كيبقى يخرج. ما عينهم واش يوقفوا واش يجريو موراها كتحير كلشي كيطيح. الله يرضي عليك أزاكاري، قبض ونزل. صافي وزيد افونسي شويه لقدام. غامر سفيان راه لعاب فيكس في ميليتونس سا طابيان سق. هذه هي النقطه اللي نقدر نهضر فيها. بغيتوما دوزيام بار ما سالينا وحده ما ديناهاش، دوزيام بارو كيديوها ملي كنردو حنا لا ديفونس كنصبو الميليو ديران ديالهم هما الاول كيشدوها وكيلعبوها. كمال هذا هو مع شحال معهم الريح. شوف صور دوزيام بارو ما عمرك ترجعهم في اللاكس ديما حبابي كوره كنضربو ديما اما ترابيل إما تمشي ما ترجعوش في اللاكس ما ترجعوش ما كاين لا برد ولا والو لعبوا الكرة سيروا قدام سيروا قدام سيروا قدام. مباراة الحسنية عرفت حضورا جماهيريا مميزا ظل مساندا للفريق إلى آخر دقيقة من المباراة، خصوصا فصيل بيرات بويز.
المدرب خالد حشلافي أقدم على تغييرين خلال الشوط الثاني. الأول في الدقيقة 23 اللاعب رقم 4 أيوب دخل مكان اللاعب رقم 9 برهون محمد، وإقحام اللاعب رقم 14 شعيب إبراهيم مكان صابر سفيان رقم 8. فريق الحسنية كان قريبا جدا من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لسوء الحظ وتسرع بعض اللاعبين انتهت المباراة بالتعادل 0-0. مباراة كانت مصيرية للحسنية، ولكن رغم هذه النتيجة فهو لا يزال في مقدمة الترتيب بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر اتحاد مولودية العيون. اللقاء القادم سيكون بالعيون أمام هذا الفريق، لقاء القمة بامتياز. اتحاد مولودية العيون ب24 نقطة، وحسنية الجسيف لكرة القدم ب21 نقطة. وإليكم الآن مشاهدينا الأعزاء أهم التصريحات بعد نهاية المباراة. لاعب من فريق شباب بركان وعميد الحسنية كمال قربون. المجهودات اللي داروا، وفي الاخير كان الجو هو اللي اثر على هو اللي كنعانيو به في الارض ارضيه الميدان ديالنا. الجو غالبا كيكون اللي زي هذا الجمهور هذا اللي كيجي يتفرج ويعطيهم صوره مزيانه على الفريق ولا الاداء ديالو. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نتمنى لكم أوقات سعيدة وفرجة ممتعة على قناتكم بديل تيفي. يمكنكم التواصل معنا من خلال عنوان القناة bediltv@gmail.com، أو من خلال تعليقاتكم مباشرة أسفل البرنامج، أو من خلال صفحاتنا على الفيسبوك بديل تيفي أو صفحة البديل الرياضي. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، استودعكم الله وإلى اللقاء. الحداوي في اتجاه عزيز خلال التيموميتي ولا يقدر عربيه.